راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 13 نوفمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. حالة إصابة بالكورونا خلال 12 يوم، والهيئة القومية لدرء الوبائيات تحذر من خطورة الموجة الثانية. التوقيع على ميثاق شرف بين أسر الشهداء والكتل الثورية للوحدة واستكمال أهداف الثورة والمطالبة بالقصاص. وقفة احتجاجية للمعلمين أمام مجلس الوزراء، وإضراب للعاملين في الخزانات، وتظاهرة تطالب بالمياه ببرسودان. برنامج الأمم المتحدة للماء يعلن عن مسابقة لشباب دارفور لتمويل المشروعات الخاصة بمبلغ يصل إلى 200,000 جنيه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت الهيئة القومية لدرء الوبائيات عن الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بفيروس كورونا لتتجاوز 800 حالة منذ بداية نوفمبر وتسجيل حالة وفاة. وقال الدكتور عثمان حميدة عضو مكتب عمليات الهيئة القومية لدرء الوبائيات في مقابلة مع برنامج صحتنا يذاع اليوم الجمعة إن التحدي الرئيسي يكمن في المعابر الحدودية المفتوحة مع دول الجوار، إلى جانب تراجع الوعي المجتمعي بفيروس كورونا والتخلي عن استخدام الكمامات والمعقمات والتباعد الاجتماعي. وقال إنه إلزام القادمين من خارج البلاد بشهادة فحص الكورونا يمكن أن يحد من انتشار المرض، وقال إنهم لا يرون ضرورة لإغلاق المطارات والمواني. وأرجى إصابة عدد كبير من قيادات الأحزاب والوزراء والمسؤولين لاتساع نطاق حركته ومقابلاته، ونوه إلى أن المستشفيات الخاصة أوقفت استقبال حالات كورونا وأغلقت وحدات الكورونا، وطالب بوضع موجهات للحشود والمناسبات بتحديد عدم المشاركين وإلزامهم باستخدام المعقمات وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد. وأشاد بقرار كلية الطب بجامعة الجزيرة بسبب ضيق قاعات الدراسة وعدم استجابة المواطنين والطلاب بوسائل الوقاية من المرض، وناشد المواطنين بالابتعاد من كبار السن والتباعد الاجتماعي في المساجد والتجمعات واتخاذ الحيطة والحذر الكاملين. وأضاف الدكتور عثمان عبد الله حميدة في هذا الخصوص: الإشكال بيبقى في المناطق الحدودية اللي فيها ضبط والدخول والخروج ضعيف، زي الحدود مع أثيوبيا. الآن في جار في الجار أثيوبيا مع تشاد، الناس بتدخل وتمرك عادي من غير restrictions، أو المعابر بتاعة الحدود مع دولة جنوب السودان باعتبار إنه برضو الضبط الصحي فيها ضعيف. الإشكال الثاني الكبير اللي هو الوعي الجماهيري بالمسألة، لأنه زي الناس تراخت كده في أخذ المحاذير الصحية في البلد، ما بتلقى زول لابس كمامة في الشارع، ما في زول بيجي يشيل معقم زي الموجة الأولى. فالناس محتاجة تعمل awareness زيادة، وإنه والله يا أخي نحن محتاجين نعمل نفس المحاذير المجتمعية اللي كنا بنعملها قبل الموجة الأولى. من جانبها كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن ازدياد تردد الحالات المشتبهة والمؤكدة بفيروس كورونا إلى المستشفيات، مما أدى إلى امتلاء عنبر العزل بمستشفى القرطوم ومركز العزل بمستشفى الشعب. وأوضحت في تصريح صحفي إنه عنبر مستشفى يونيفرسال ومركز مستشفى بحري ومستشفى إمبريال وبعض المستشفيات الخاصة الأخرى سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد الدخول، ونوهت إلى إغلاق عنابر عزل بمستشفيات أخرى مثل أم درمان والبان جديد ومستشفى المعلم ومركز جبرة الذي تم تجهيزه إبان الموجة الأولى. هذا إلى جانب مسائل إغلاق مركز عزل أبراهيم مالك نسبة للنقص الحاد في عدد الكوادر العاملة. وقالت الرابطة أن الإحصائيات الرسمية المسجلة لا تعبر عن حجم الوباء الحقيقي لعدم احتوائها على الفحوصات التي تجرى في القطاع الخاص.
وأشارت إلى عدم تفعيل خطة الاستجابة لمكافحة الوباء وتحديداً برنامج تعقب المخالفين، هذا إلى جانب ضعف نظام الإحصاء بالنظام الصحي، ونوهت إلى عدم وجود مراكز عزل مجهزة لاستقبال أعراض كورونا في أغلب الولايات، مشيرة إلى إغلاق العنابر التي سبق تجهيزها وتسريح كوادرها، مما استدعى بعض الولايات إلى تحويل حالاتها المشتبهة إلى ولاية الخرطوم. دشنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر الترتيب لميثاق شرف بين أسر الشهداء والكتل الثورية للوحدة واستكمال أهداف الثورة، ونص الميثاق الذي وقعت عليه عدد من الكيانات على القصاص لشهداء ثورة ديسمبر ومحاكمة قيادات النظام المباد مرتكبي الإبادة الجماعية والمجازر، وتكوين المجلس التشريعي بواسطة الثوار أصحاب المصلحة الحقيقية. كما تضمن الميثاق استكمال علاج مصابي الثورة داخل وخارج البلاد ودعمهم ماديا ومعنويا ونفسيا، وتقديم دعم ثابت للمصابين بإصابة دائمة وتوفير العمل المناسب لهم. وندد والد الشهيد عبد السلام كشة بالحصانات التي تعيق القصاص وتكرس للإفلات عن العقاب، وقال التجمع في بيان له إن قوة الثورة تكمن في وحدة جماهيرها ودقة تنظيمها وتوحيد خطابها ومطالبها، ودعت جميع الثوار للابتعاد عن الفرقة والعودة إلى التكاتف والتلاحم حتى تصل الثورة إلى غايتها المرجوة. وأضاف والد الشهيد عبد السلام كشة في مؤتمر صحفي في مقر منظمة شهداء الثورة: نقدم هذا الميثاق بيننا ثوار الشارع السوداني من أجل استكمال أهداف الثورة المجيدة وتصويب كل ما من شأنه أن يؤثر على مسار الفترة الانتقالية أو يحيدها عن الطريق الذي رسمه الشهداء. ونؤكد تمام التأكيد إن ما حدث في فجر الثالث من يونيو المشؤوم كان بمثابة ضربة البداية وأكبر دليل بأن شعلة الثورة لا زالت متغدة، وأثبتنا ذلك في 30 من يونيو 19. بناء على ما ذكر أعلى نعلن نحن الموقعين أدنى على اتفاقنا التام والتزامنا الجاد على العمل بصورة دؤوبة حتى نحقق الآتي: القصاص لشهداء ثورة ديسمبر الأمايد من المجلس الانقلابي. من جهة أخرى، اعتبرت منظمة أثر شهداء ثورة ديسمبر العثور على المقابر الجماعية يوم الأربعاء بمثابة كشف لآخر خيوط مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وقالت في بيان لها إن التعميم الصادر من النيابة يضع حدا لمسلسل المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة وانتظار تناسي الشعب لمطالب إدانة المجرمين بالقصاص من القتلة، وطالبت جميع قوى الثورة بتناسي خلافاتها والوقوف في مواجهة آلة الموت التي حصدت الأبرياء. يصل قادة حركات الكفاح المسلح الموقع على اتفاق جبل السلام للبلاد يوم الأحد إيزانا ببدء تطبيق اتفاق السلام، وأعلن بروفيسور سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام في تصريح صحفي عن استقبال رسمي وشعبي لقادة السلام، وأوضح أنه سيتم استقبال قادة أطراف العملية السلمية بمطار الخرطوم ومن ثم الانتقال للاحتفال الشعبي بساحة الحرية بالخرطوم. وأضاف الدبليو عقب اجتماع المجلس الأعلى للسلام أمس أنه الاجتماع أجاز التصور الخاص بترتيبات الاحتفال، ووجه اللجنة العليا للطوارئ الصحية باتخاذ التدابير الصحية اللازمة لضمان سلامة المشاركين في الاحتفال. تواصل تدفق آلاف الأثيوبيين إلى السودان فراراً من الصراع الدائر داخل إقليم التجراي بأثيوبيا لليوم الرابع على التوالي، وأعلن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمكتب خشم القربة محمد رفيق نصري التزام المفوضية بتوفير طائرات خاصة بجانب المركبات لنقل اللاجئين الأثيوبيين من مناطق القرية 8 وحمدايت والشريط الحدودي مباشرة إلى معسكر أمراكوبا الذي وافقت حكومة القضارف على فتحه. وفي السياق، وجه والي القضارف سليمان نداء إلى المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية للوقوف مع الولاية معالجة قضية اللاجئين الأثيوبيين الفارين من إقليم التجراي جراء الحرب. وأضاف الوالي قائلا: إذا استمر التدفق على هذه الوتيرة فسيصل العدد خلال أيام إلى أكثر من 20,000، وهو رقم يفوق الإمكانيات الحالية للولاية. اعتمدت الحكومة الروسية الأربعاء مسودة اتفاقية جرى التوصل إليها مع النظام السابق في السودان قضت بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية لوجستية في شرق السودان وإهداء السودان سفينة حربية لأغراض التدريب،
ووقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما حكوميا لإنشاء المركز في السودان على أن يستوعب حوالي 300 جندي وموظف روسي وفقا لمسودة اتفاق نشرتها الحكومة الروسية يوم الأربعاء. ووفقا للاتفاق فإن المركز المقترح لن يتسع لأكثر من 4 سفن في نفس الوقت، بما في ذلك تلك ذات المعدات النووية. وتنص مسودة الاتفاقية على أن المرفق اللوجستي للسلاح البحري الروسي لبورسودان يلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وهو دفاعي ولا يستهدف دولا أخرى. نظمت لجنة تسيير نقابة عمال التعليم أمس الخميس وقف احتجاجي أمام مجلس الوزراء مطالبة بمستحقات مالية، وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة إلى مجلس الوزراء تطالب بتعديل البديل النقدي وبدل اللبس، إلى جانب صرف فرق أبريل ومتبقي من حد عيد الأضحى، إلى جانب إزالة تشوه طبيعة العمل. وقال الأستاذ علي بيت نائب الأمين للجنة في مؤتمر صحفي عقد بوكالة السودان للأنباء عقب الوقفة إن المذكرة طالبت بإيقاف تشوه الهيكل الراتبي واعتماد بدل اللبس والوجبة والبديل النقدي، إلى جانب مراجعة ضريبة الدخل الشخصي التي تبلغ 15%، موضحا أن الراتب بعد الاستقطاعات أصبح لا يفي باحتياجات المعلمين. وأضاف الأستاذ علي بيت الأمين العام للجنة تسيير نقابة عمال التعليم في هذا الخصوص: نعاني من تشوه الهيكل الراتبي، والذي تم تعديله إلى حد ما في الفترة السابقة، ولكن هنالك بعض التشوهات لا زالت تلازم هذا المرتب، متمثلة في ما حوته المذكرة اليوم. نقول أن بدل اللبس وبدل الوجبة والبديل النقدي، إضافة للاستقطاع الذي يتم في شكل ضريبة دخل شخصي تصل إلى 15% من الراتب، أدى إلى أن يعود الراتب من الضعف بحيث لا يفي باحتياجات المعلم. من جهة تانية قال الأستاذ علي بيت إن لجنة تسيير نقابة عمال التعليم بصدد القيام بدراسة اقتصادية جديدة لتحديد الراتب الذي يتناسب مع الوضع الحالي وفروق شهر أبريل ومنحة عيد الأضحى. كما طالبت المذكرة بالوجبة المجانية لطلاب الصف الأول والقبول المجاني لطلاب السنة الأولى تنفيذا لوعود وزارة التربية من مجانية التعليم. وقالت اللجنة إنها رفعت مذكرات عديدة إلى وزارة المالية دون أن تجد المطالب طريقها إلى التنفيذ. وشددت الوزارة على إجازة قانون النقابات 2020 وصولا لتشكيل نقابات منتخبة. وأوضح بيت إن لجنة التسيير تم تكوينها لفترة زمنية محددة لتنفيذ عدد من المهام. لا يزال العاملون في خزانات السودان في إضراب عن العمل احتجاجا على تدهور بيئة العمل والأجور والمفارقات المالية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى إدارية ومالية. وتعهد وزير الري ياسر عباس خلال اجتماعه مع العاملين المضربين بموقع خزان سنار، تعهد بتحسين بيئة العمل والعاملين وإزالة المفارقة المالية. وأعلن المهندس منتصر أحمد ممثل اتحاد العاملين بخزان سنار إنه مخرجات الاجتماع مع وزير الري ستعرض على العاملين في بقية الخزانات، وعلى ضوئها يتم البدء في أمر رفع الإضراب من عدمه، مشيرا إلى تكوين لجنة طوارئ من العاملين للتدخل تحسبا لأي طارئ أو مخاطر تنجم عن الإضراب. أعلن برنامج الأمم المتحدة للإنماء عن مسابقة لشباب وشابات دارفور لتمويل المشروعات الخاصة بمبلغ لا يتجاوز 200,000 جنيه. وذكر مشروع الشباب المتطوع لدعم السلام والإنعاش في دارفور الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للإنماء واليونميت في إعلان عن التقديم للمسابقة التي ينتهي في 17 نوفمبر الجاري. وقال إن الهدف من المسابقة هو تمكين الشباب في دارفور من تطوير أفكار وأعمال مبتكرة ذات تأثير اجتماعي وتنمية روح الريادة وزيادة المعرفة بالأعمال التجارية وعلاقاتها بالتأثير البيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير التوجيه والموارد المالية لدعمهم في تنفيذ وتطوير أفكارهم التجارية. واشترطت المسابقة أن يكون المشروع صديقا للبيئة ومتماشيا مع اللوائح المحلية والقومية، وأن يراعي حقوق المرأة في المجتمع. وقالت إنها ستلتزم بتمويل مشاريع 50 فائزا. We'll be right back.
أعلن نواب اختصاصي السودان لجميع التخصصات الدخول في إضراب عن الحالات الباردة اعتبارا من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر احتجاجا على تخيير النواب بين وظائف تدريبية أو قودات مؤقتة. وهدد النواب بتحويل الإضراب عن الحالات الباردة إلى إضراب شامل يوم 11 ديسمبر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وأعلن النواب رفضهم القاطع للعقودات المؤقتة مهما تضاعفت قيمتها، مطالبين باستيعاب جميع النواب في وظيفة دائمة وفق الهيكل الوظيفي للدولة محكومة بشروط الخدمة العامة، كما طالبوا بتعديل الشرط الجزائي لنواب المنحة وتقليل عدد السنوات للخدمة بعد التدريب إلى سنتين. دعا وزير العدل نصر الدين عبد الباري إلى أهمية وضع خطة واضحة للإصلاح المؤسسي والإصلاح القانوني للوزارة حتى تتيح تقديم خدماتها بصورة سلسة وواضحة لعامة الجماهير. وأكد الوزير أن إصلاح الحكم القانوني وإصلاح حقوق الإنسان أحد أهم أهداف قيام الثورة والأساس الذي يقوم عليه الإصلاح القانوني، واعتبره محورا هاما للارتقاء بالوزارة. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية لبناء نظام ديمقراطي قابل للحياة والاستمرارية عبر الالتزامات الدستورية المستمدة من الوثيقة الدستورية والالتزامات الثورية المستقاة من الشعار الخالد لثورة ديسمبر حرية سلام وعدالة. وأوضح الوزير أن العدالة الانتقالية شرط لازم للتحرر من مآسي الماضي الناتجة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حدود الحكم. وأكد وزير العدل أن العدالة الانتقالية شرط لازم كذلك للتخلص من الاحتقان الذي يسكن قلوبنا ويعكر صفو حياتنا جراء ما أصابنا من انتهاكات الماضي. نفذ مواطنو حي المطار في بورسودان أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة يوم الخميس تنديدا بانعدام المياه في الحي. وسلم المحتجون مذكرة احتجاجية لوالي الولاية مشيرين إلى الخط الناقل من سد موج، ونوهوا إلى عدم تحرك هيئة المياه لحل المشكلة بتنفيذ أحواط لحي الإنقاذ وصيانة الخط الناقل بعد تصديق الوالي لهم بالميزانية المطلوبة، وطالبوا الوالي بالإسراء بمعالجة أوضاع المياه. دعت منظمة شباب من أجل دارفور الشباب في السودان وفي دارفور بصفة خاصة بالاعتماد على الذات في إحداث التنمية للمجتمعات بمناطقها وترك التراشق والخلافات السياسية فيما بينها. جاء ذلك خلال لقاء راديو دبنجا مع أحمد عبدالله مدير منظمة شباب من أجل دارفور ضمن برنامج قضايا الشباب. وقال أحمد عبدالله لراديو دبنجا أن الهدف من إنشاء منظمة شباب من أجل دارفور هو الاستفادة من مقدرات الشباب في إحداث التنمية الحقيقية في أقاليم دارفور في مجالات التعليم والصحة والمياه وترقية إنسانة عبر الورش التدريبية. وأوضح أحمد أن المنظمة استهدفت في بداية عملها تدريب الشباب وتوفير لهم فرص العمل في مجالات البناء بهدف إخراجهم من دائرة البطالة إلى دائرة الإنتاج، وذلك بالتعاون مع الجهات التي تعمل في مجال البناء في مختلف ولايات دارفور. وأشار كذلك إلى تدريب المرأة النازحة وتمليكها وسائل كسب العيش لرفع مستواها المعيشي. وأشار أحمد أنهم بدأوا في إنشاء عدد من المدارس وتهيئة البيئة التعليمية في عدد من المناطق بدارفور، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص: والآن بدأنا في تنفيذ المشاريع، وبالأمس الخريف تم افتتاح أول مدرسة، ونحن الآن في كل ولاية دارفور الخمسة بدأنا في عملية تهيئة البيئة المدرسية وفي عملية تنوير الشباب أن عملية التنمية الذاتية والتعايش السلمي بين المواطنين. جهة تانية أكد أحمد عبدالله مدير منظمة شباب من أجل دارفور اعتماد المنظمة على العون الذاتي ترسيخا لمبادئها الرامية لاعتماد الشباب والمجتمعات على العون الذاتي. وقال أحمد عبدالله لراديو دبنجا إنهم يريدون تغيير مفاهيم الشباب والمجتمعات المحلية وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات في إحداث التنمية بالاستفادة من الموارد الهائلة المتوفرة في الإقليم. وأوضح أن خططهم المستقبلية تركز بشكل كبير على الإنتاج الزراعي عبر توفير التقانات الحديثة للمواطن وتدريبه. وناشد أحمد الشباب بالاعتماد على الذات وعدم انتظار الحكومات والمنظمات التي وصفها بأنها لا تقدم حلولا حقيقية لمشاكلهم. ودعا أحمد الشباب بنبذ الخلافات السياسية والقبلية والتوحد والاستفادة من تجارب الدول التي نهضت بتكاتف شبابها مثل رواندا وسنغافورة.
وأضاف أحمد عبد الله مدير منظمة شباب من أجل دارفور لراديو دابنجا في هذا الخصوص. فيما يخص المنظمات المدنية أو المنظمات الوطنية أو الأجنبية، نحن لن نتطرق إلى هذه الباب، لأن شعارنا في المنظمة دعم شبابي ذاتي. فهذه مبدعنا، نستطيع نحن نقدم شيء أساسي حتى نخير من أفهام الأمل الطوعي الإنساني الآن جاري في السودان. هناك آلاف من المنظمات لكن ليس لهم مشاريع على أرض الواقع، ونحن نريد أن نكون رسالة تنموية وتغيير حقيقي في المنهج وفي الأساس، حتى يساهم ويعني يطور أفكار المنظمات الأخرى، تشارك في عملية التنمية، ونستطيع نقلل من المعاناة الآن يجري بإقليم دارفور تحديدا. الخبر الأخير في النشرة، أعلن والي شمال دارفور تشكيل لجنة للحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة، وقال إن عمليات الحصر تهدف لمعرفة عدد السيارات في الولاية لمحاصرة ظاهرة السيارات المتحركة من غير هوية، إلى جانب تقليل المخاطر الأمنية المتعلقة بهذه العربات. وقررت اللجنة منح العربات غير المقننة شهادة تسجيل ولوحة الحصر والتسجيل بعد فتح ملف لكل عربة يحوي اسم المالك وهويته وسند حيازة العربة والفيش الأمني والتأمين، وتمكن الشهادة واللوحات العربات من التحرك داخل الولاية والتزود بالوقود، إضافة إلى نقل الحيازة عبر الإجراءات القانونية. وأوصت اللجنة بالتشاور مع الوالي لفرض رسوم على الإجراءات قدرها 20,000 جنيه، وقال الوالي إنه الإجراءات الأخيرة ستعمل على محاصرة التحصيل غير القانوني ومنح المحليات الحدودية سلطة التسجيل الأمني مع توفير الحماية الأمنية للعربات في الطرق بين المحليات. وأضاف هذا الإجراء لا علاقة له بالجمارك، مؤكدا العمل على تقنين كامل عبر الإجراءات الجمركية، وحتى ذلك الوقت تقوم الولاية بواجب حماية ممتلكات وأموال مواطنيها وحماية المواطنين من مخاطر العربات البوكو. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.